لكن خليني قبل ما اروح اتكلم عن ماتش النهارده لازم اشيد بمواصله النادي الاهلي لانجازاته في مختلف الالعاب. المره اللي فاتت اتكلمنا على نواحي الانشائيه والاجتماعيه، واتكلمنا عن فرع التجمع وانه نقله كبيره جدا 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 في عالم الانديه وخصوصا المنشآت، ولكن النهارده عايز اتكلم عن فريق كره السله بالنادي الاهلي وبارك له اللي حصل على بطوله البي اي ال اللي هي بتساوي بطوله ابطال افريقيا للسله، او هي اسمها كده، ده المسمى الجديد. وبالتالي صعد النادي الاهلي لكاس العالم للانديه في كره السله، وكده بيكتمل عقد الانجازات بتاعه الفريق. بتكلم على نادي الاهلي وجميع الفرق الجماعيه اللي صعدت كلها بدون استثناء لكأس العالم. كرة القدم طبعا صعد اكتر من مرة، ومفيش حد اصلا بيروح كأس العالم للأندية غير النادي الاهلي، اخرهم السنة دي اللي اتلعبت في المغرب. كرة اليد، كرة الطايرة، واخيرا كرة السلة. الحقيقة النادي الاهلي بيكتب التاريخ. النادي الاهلي انجازات انجازات وبطولات وارقام.